مرحبا جميعا، جاسر مصطفى وجي توكس ووظفك وظائف وزارة التعليم والتعليم العالي، اللي هي مش شرط انها تكون دائما تعليم، بس احنا بنحكي لكم ايش هي الوظائف اللي موجودة للغير قطريين وللي خارج البلاد في التعليم والتعليم العالي القطرية. عروس الشمال مورد، عروس الشمال مورد، يابا شمالات والنية هربت، وأمانة يا دنيا أمانة تخفينا للفرح. يا أخي أحلى 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 إشي الزمور اللي في صوتي. يعني مش قادر أحكي لك قديش أنا مفتخر بهذا الزمور. طيب نروح كمان مرة على وظفك والنية هربت، قلبي عليها متعود، عروس الشمال مورد. بيقول لك جاسر هالكم فيديو اللي عملتهم بالآخر انك انت بتحمل حالك تدخل لي على توظيف.video.gov.qa واللي هو صح. انا حكيته يعني في مجال هون راح تلاقي حالك انه انت عندك ability انك انت تدور على وظائف، بس لانه انت زلمه مش حابب انك تدخل على الويب سايت، فانا قلت بجيب لك هاي الوظائف احط لك اياها بهذا الفيديو، لانه كتير عم بنسال عن هاي الوظائف. اول وظيفه لليوم انا حبيت اركز شوي على اول ثلاث وظائف راح يكونوا في التعليم الخاص. شو التعليم الخاص؟ في التربيه الخاصه. فخليك معي يا سيدي. اول وظيفه راح تحكي لك انه اللي مطلوب اخصائي علاج نطق ولغة، أخصائي علاج نطق ولغة. والوظيفة في المدارس، لا الوظيفة مش في المدارس، في المدارس. وظيفة مدارس تربية خاصة والتوظيف للتعاقدات الخارجية فلسطين، غزة، تونس، سلطنة عمان والمغرب. فبتحمل لي حالك تدخل الويب سايت وبتقدم على هذا الطلب. الوظيفة الثانية لليوم راح تكون أخصائي علاج وظائفي، وبرضه نفس الشيء مدارس تربية خاصة تعاقدات خارجية نفس الدول اللي حكيتهم قبل شوي، فبتدخل الويب سايت برضه وبتقدم. والوظيفة اللي بعدها يا سيدي العزيز أخصائي علاج طبيعي، أخصائي علاج طبيعي تربية خاصة مدارس غير قطري خارج دولة قطر، من سلطنة عمان، من تونس، من المغرب، ومن فلسطين غزة. فشباب بليز اللي من هدول الدول واللي بهدول التخصصات، هي صاروا عندكم هدول الوظائف. إذا أنت واحد من هدول المجالات اعمل أبلاي على الويب سايت، اعمل الأكاونت تبعك على الويب سايت وحط المعلومات تبعك وارفع الأوراق تبعك، وإن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله بتكون أنت الشخص اللي راح يختاروه لهاي الوظيفة. الشغلة التالية كتير ضرورية، إذا أنت مش واحد من هدول التخصصات الله يلعن الساعة اللي اخترعوا فيها الدرل. يعني مش عارف إذا طالع بالفيديو صراحة للصوت سوى كثير عالي، وانا قلت يعني لهم فتره كل يوم سبت اكون قاعد في الدار بعمل درلينج. اليوم الخميس قلت يعني اكيد خلص ما فيش حدا يعمل درلينج. الساعه قديش؟ الساعه يا سيدي 4:10، فقلت انتهى الموضوع. فانا بعتذر اذا الصوت عم بياثر على الفيديو. anyways اذا انت مش واحد من هدول التخصصات، فارجوك اذا بتعرف واحد من هاي التخصصات ابعت له هذا الفيديو ضروري، واحكي له بسلم عليك جاسر وبقول لك اشترك في التشانل علشان تجيك دائما نوتيفيكيشنز، واكيد عشان تجيك نوتيفيكيشنز اعمل انيبل النوتيفيكيشن بيل. مش مزح الموضوع. نروح للموضوع الثاني على الفيديو واللي راح اقول لك مثلا اعمل اختيار الكل، وراح اقول له اوكي حكيناها 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 اوكي هذول الوظائف حكيناهم. راح اقول لك احكي لي انا بدي غير قطري ومقيم في دولة قطر، لا يوجد سجل قطري، لا يوجد سجل. طيب فراح نروح بعد ما احنا عملنا او اخذنا الوظائف تبع التربية الخاصة الموجودة على موقع توظيف.edu.gov.qa، راح اجننك علشان تحفظ وتدخل تقدم عليه. راح اروح لك بوظائف ثانية. فأنا بحمل حالي ببساطة، بدخل دائما على الفولدر اللي أنا بحط فيه إعلانات التوظيف اللي أنا بدي أحكي لك عنها. فعمك أبو الجواسر بيقول لك خش لي وين؟ Job Opportunities. وأحلى ما في الموضوع يا إخوان إنه في دريلينج في العمارة، وفي مشروع قدام المبنى هون، هو ورا المبنى فعليا بس قدام غرفتي، ف
الصوت بجنن بنص الليل، برزع الحطارة وبرزع الأشياء، بصحيني من نص النوم، وقدام المبنى في عندك برضو انهانسمنت للشارع الموجود قدامنا، فالموضوع 100%. المهم انت ما دخلك بهاي القصص، تعال معلم اقول لك ايش اليوم. طيب يا معلم، الوظيفة اللي انا بدي احكي لك اياها هلأ هي مطلوب معلمين ومعلمات وبكافة التخصصات وأكاديمية تفوق. وأكاديمية تفوق هاي وين؟ في دولة قطر. كيف عرفتنا في دولة قطر؟ لأنه حاطط لك إنه هو بده إنك أنت تبعت السيرة الذاتية على الواتساب. مدرسة فايعة على الآخر يا معلم، وبيقول لك رقم التلفون اللي موجود على السكرين، واللي هو أكيد أنا ما بركن على حالي أتذكر أحط لك الصورة، بس أنا ليت اللي عم بحط كل الصور في الفيديوز. فرقم التلفون بيحكي لك 6662210، ويرجى عدم الاستفسار عن طريق الاتصال الصوتي، يعني إذا رنيت عليهم ما حتتوظف. فابعت السي في تبعك على الواتساب على الرقم اللي أنا حكيته، وإن شاء الله بالتوفيق. وحاطين لينك apply now، جرب ادخل على تفوق إديو أو دور عليها على الويب سايت، وراح تلاقي إنه مطلوب عندك معلمين ومعلمات كيف تخصصات لمجموعة التفوق الدولية، دوام جزئي ومسائي، تدريب مجاني، مكافآت مجزية، واللي عنده تنكات، سيارات، ثلاجات للبيع. مرات والله مرات الإعلانات بتضحك. anyways، فأنا أخذته عن الفيسبوك، فأنت بتقدر تدخل على الفيسبوك على الصورة اللي عم تطلع عندك هلا على السكرين definitely، راح تلاقي الجوب ابليكيشن تقدر انك انت تعمل له ابلاي على اللي عم بتشوفه على السكرين. تعال 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 اقول لك يا معلم، هذا اعلان الكل سألني عنه، فجبت لك اياه يا معلم عشان ما تحكي عني زلمة مش منيح، وعشان تنزل زي التوت وتعمل لايك وشير وسبسكرايب، تعمل انيبل نوتيفيكيشن بيل. وعشان احكي لك شغله، هاي الجمله حافظينها حافظ، بيجي طقم مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب وانيبل نوتيفيكيشن بيل، يعني هدول ما تعمل واحده وتترك الباقي انه بتكون بخيل. الوظائف اللي راح احكي لك عنها هلا يا سيد العزيز، تفضل. بيقول لك تعلن القوات المسلحه القطريه، يعني مره حطينا لكم الدفاع المدني، ومره هلا بنحكي لك القوات المسلحه القطريه، ومره حكينا لكم وزاره التعليم والتعليم العالي، يعني مش طايق غير اجيبك تشتغل معي في البيت. فارجوك تعلن القوات المسلحه القطريه عن فتح باب التسجيل لحمله الشهادات الاعداديه والثانويه العامه والبكالوريوس. وليش انا اصريت ان اجيب هذا الاعلان؟ لانه اجاني كثير على الفيديوز اعلان انا مش دارس، انا مش مخلص بكالوريوس، انا مش دارس جامعه، وانا ما عندي دراسات عليا، وهذا التلفون كثير مهم، ما راح اخذه هلا، ما راح اخذه هلا، برجع له. انويز، وانا ما عندي شهادات اني انا اشتغل فيها، هل بقدر اشتغل في دوله قطر؟ يس، القوات المسلحه طالبه واحد من الاشياء اللي طالبتها اما الشهادات الاعداديه او الثانويه العامه، يعني اذا مش ناجح توجيهي بتقدر تشتغل، واذا ناجح توجيهي وبس بتقدر تشتغل، واذا حامل بكالوريوس كمان تقدر تشتغل. والبكالوريوس، البكالوريوس تحديدا اللي طالبينه في علوم الكمبيوتر، يعني بدهم حدا في الاي تي او ما يعادل شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر. بحكي لك شروط القبول زي ما هي موجودة عندنا في صورة الإعلان، وبحكي لك ابعت كمان السي في تبعك والإيش كمان، بس شو السي في، انت مفكر هندسة عمارة اللي مقدم بدي اقول لك البورتفوليو؟ لا، بتبعت السي في تبعك او بتقدم الطلب، فيش سي في اصلا يا زلمه والله ما عارف. بقول لك الاستفسار وتقديم الطلبات اما على رقم التلفون الموجود في الاعلان او على الايميل الموجود في الاعلان، واللي هو jocups1@qaf.mil.qa. ركاض، خلينا نقدم. فحكينا عن القوات المسلحه القطريه. هل عمك ابو الجواسر؟ انا صراحة بالعادة بكون نصير المرأة، يعني انا بحب انه النساء يشتغلوا والبنات يشتغلوا او على اخره، فعلشان هيك جبت لكم برضو وظائف للنساء والبنات. ايش بتحكي لك؟ بتحكي لك القوات المسلحة القطرية، ولا القوات المسلحة القطرية اللجنة الدائمة لاختيار مرشحي الضباط، تعلن عن فتح باب الترشيح بالقوات المسلحة لخريجي الثانوية العامة بنات وما يعادلها للعام الحالي 2019-2020، ابتداء التقديم من 26/1 ل 26/3. فلازم أنا أرفع لكم هذا الفيديو قبل 26/3.
شروط القبول هي اللي عم بحط لك اياها على السكرين، فارجو ان الصوره تكون واضحه لاني انا جبتها من جريده، فرجاء انكم تتحملوها. هو بيحكي لك انه يتم التسجيل يا سيدي العزيز عبر الرابط اللي هلا راح احطه على السكرين، واللي راح انا كمان احكي لك يا ليلى في جاسر راسك هيك لانه اصلا الصوره لافه وانا مكسل اعملها روتيت. فبيحكي لك يتم التسجيل عبر الرابط الالكتروني http://upc.moi.gov/. مرة تانية http://upc.moi ministry of interior.gov/.qa. وحاطين لك انه اذا انت بدك تستفسر في عندك ارقام التلفونات اللي عم تطلع عندك على السكرين. go ahead وبالتوفيق لك كل البنات والصبايا. طيب واخر وظيفه، بما اني انا زلمه اركيتكت ومتعصب للمهندسين المعماريين، فانا راح احط لك انه مطلوب في كيو اليوم مش يوم على فكره، اركيتكت immediate hiring بس short term contract. short term على فكرة في دولة قطر ما تفكر انها يوم ويومين وثلاث، ممكن يحكي لك بدي اوظفك لشهر وتمد معك لثلاث سنين عادي جدا بتصير، ممكن شهر فعليا توقف على شهر. فبيحكي لك في كيا انترناشنال consultants بدهم هاد الحدا اللي هم الاركتكتس، وبتقدر تدخل على لينكد ان على البروفايل تبعهم راح تلاقي الوظيفة وتعمل apply على هاد الجوب. وبيحكي لك يا سيد العزيز we are now seeking exceptional immediately available architects for a period of 1 to 2 months. I think عرفت ايش البروجكت اللي عم بحكوا عنه. To join our award winning انا هذي بحب اقراها لك team based within our Qatar office. This critical role will be responsible for facilitating high quality project documentation required for different phases in a timely manner. والresponsibilities paramount success within this varied role will include شنو؟ assist project architects in coordination and review of development of architectural and engineering construction drawings, attend and resolve project issues, prepare documentation for analysis and review for specific issues, provide management update and reports. واخ يا ام حمادة اوكي شو كمان؟ طيب responsible for generating the architectural drawings based on the design concept of others, utilizing AutoCAD Revit or other software, using own judgment and analysis for both architectural and whatever, complete redline drawings and drafting details, provide technical solutions to resolve design issues, وcompile data and perform computations. باختصار اذا انت زلمي عندك هذه الخبره وعندك انت ability انك انت تشتغل على AutoCAD والريفت، وبحب احكي لك كمان Navisworks هذا is credit، فبتروح بيقول لك full time architectural planning، بيحكي لك انه it is design art and creative information and technology، هذا هو المجال تبع البروجكت او الشغل، والcontract من شهر لا شهرين. فيفضل انك تكون موجود في دولة قطر، او يفضل انك انت تقدر تيجي على دولة قطر اما زيارة او على بيزنس فيزا. والكواليفيكيشنز المطلوبة to be successful in this dynamic opportunity we envision that you'll bring a minimum of 3 to 8 years career experience with a bachelor او baccalaureus of architecture. يا اخي هذه الكلمة مؤذية. practical BIM experience is essential. Practical BIM experience is essential. وهذا الشيء اللي انا دائما بحكي عنه. وبيحكي لك كمان Key's performance is founded upon integrity, results, innovation, safety and our people. We embrace diversity and recognize its contribution to client success wherever we work. Our generous aha remuneration packages are bespoke and provide a wide range of additional benefits to support both national and expatriate employees. Expatriate يعني مغتربين لسه متعلم جديد.
and their families. We take pride in offering long-term and dynamic career opportunities and invest in our people through our global learning, development and leadership programs. بس للأسف الكونتراكت لشهر أو شهرين. We are excited to hear how you can partner with our award-winning team and treat all expressions of interest confidentially. بحب أحكي لك إنه ممكن يكون لشهر أو شهرين هذا الرول, بس إذا عجبتهم وتكون قد حالك فمليون في المية ما راح خلوك تطلع بعديها, راح يوظفوك حتى لو ما عندهم شغل بنفس البروجكت, ولو يمكن ما عندهم شغل كمان راح يوظفوك. مش بس كيو, هذا كل consultants هيك بتعمل, كل الشركات هيك بتعمل. I think لهون بكفي. أكيد زيكتوا مني, تحمل حالك تنزل لتحت تعمل لايك شير سبسكرايب انيبل النوتيفيكيشن بيل, وتروح بتقدم على الابليكيشن تبع كيو على اللينكد ان بروفايل تبع كيو انترناشونال اللي أكيد شفتوه على السكرين, وبالتوفيق وسلام.